ببلدية خيران ولاية خنشلة وتحديدا بقرية شبلة ولد الباحث في التسيير الدكتور الأخضر سكيو سنة 1946، وقد برز المتخصص في تسيير الموارد البشرية بكندا التي درس بإحدى جامعاتها وناشر مؤلفاته. وما أحوجنا اليوم للاستفادة من آثاره المتوفرة باللغة الفرنسية خارج الجزائر. للتذكير، توفي الراحل في 5 نوفمبر 2002 بمونريال الكندية.